الحمد لله الناس الجمعية بعدها بس عيني بيا طيبين وليا إذا تعاوننا معهم في هذا الشيء اللي عندهم يمكن غادي نديروا شي حاجة زينة مع الناس هذوك. وأنا جاية دابا باش كيفاش نشوفهم ونسأل على الجمعية ديالهم ونعرف شنو كيعملوا كذا ونجلسوا معاهم شوية واخا مريضة وحلقين مزعزعة سمحوا لي. وهادشي اللي غنقول لكم كلكم كنطلب الله هذه الجمعيات يعاونوا الوليدات الصغار ويعاونوا الناس اللي العيالات اللي مكرفسين مع الزمان ديالهم ما نقولش الرجال ديالهم باسكو كاين الرجال حتى هما اللي مكرفسين مع العيالات وكاينين العيالات اللي مكرفسين مع الرجال دونك ما جوجي لا العيالات ولا الرجال. انا كنطلب الله هاد الناس هادو والناس اللي عندهم الجمعيات ديالهم يوقفوا مع هاد الناس اللي محتاجين سيرتو هاد الدراري الصغار حتى انا من 20 غادي نخرجوا الوليدات ما كنقولهمش انا اللي تعرضت نقول لهم امراء ومعاهم وليدات اللي في الحبس غادي نخرجوهم 20 20 دوره في الواجهه ونضرب على ان شاء الله دور الله وكنحاول وليداتنا نقدوهم ونقدو الناس ديالنا ونقدو البلاد ديالنا. انا كلشي كيقول لي منين انتي انا امريكانيه هونغ كونغيه اوروباويه الحق في الاخير كلشي مغربيه الاخير كاع هاد البلادات مغربيه كنظن الدنيا كلها كنعاود نرجع للبلاد ديالي دونك كنطلبو الله كيف قلت لكم الجمعيات يكونوا سينسيغ ملي كتعطيهم شي حاجه توصل لذاك السيد ماشي نصف الجمعيات. انا كنت كنعاون شي 30 ولا 40 جمعيه ولا اكثر ياك الحسن الوغ مي نص فيهم لقيتهم داكشي اللي كيقولوا لي ما كيعملوش ولا متوخر. دابا بقى عندي 5 ولا 6 جمعيات اللي الله يرضي عليهم تبارك الله هما راه سميتها الهيله اللي نجات بكره كلشي كيعرفها واحد السيدين اخرين واحد نجات اخرى واحد عندي بزاف نجات تبعت بعض السيد اخر هما اللي كنتعاون دابا معاهم الحق واحد الوقت ما كنتش كنمشي نشوف اش تنقولوا دابا فوق ما داروا شي حاجه تيعرضوا عليا واخا ما كيكونش عندي الوقت كندخل وكنخرج بعدا كنعرف شنو دابا شنو كاين. حنا هنا باش نتعاونوا على بلادنا ونوقفوا بلادنا الا وقفنا باش غنوقفوا بلادنا هادي كاسيون اللي غادي نعلموا لولادنا القرايه اللي غادي نقراو لولادنا هما لا في تعديل هما اللي غادي يعاونونا. ايوا راه عجبتكم وكنشكركم فيكم وميرسي بوكو كنشكر على الجمعيات اللي عرفات عليا وكبرات عليا وكبرات الناس ديالي شكرا لكم كلكم حتى نتوما كنشكر كل هما اللي جو في العريست المسيرة الخضراء المسيرة الخضراء حنا اللي تنمشي دايرين هذا المسيرة الخضراء عليها وكنت انا غنكون في الرباط عليا عاوتاني كل بارحة يبقى دايرين واحد سيدي محمد الله ينصرو داير هاديك التكرة ديال الحسن الثاني الله يرحمه دونك بعد غدا غادي يديرو يمكن غنطلع للرباط غيديرو هاديك ديال الاستقلال أي الاستقلال ألوغ دونك هادشي لي دايرين كنطلبو الله الصحراء ديالنا والمغرب ديالنا والملك ديالنا والناس ديالنا كلهم والغوفرنمون كلها غير ما نبغي نقول لا باش لا لا عامل لا هذاك راه قول الله يرضي شكرا بزاف بزاف الوقت ديالكم الحوايج ديالكم ميرسي بوكو سيدي بزاف. نصيري الموهبة الغناء مشاركة في مواهب مراكش. صراحة أنا جد سعيدة بهاد الكومبيتيسيون اللي كتعطي فرص جميلة جدا للشباب اللي عندهم موهبات بحالي وكنتمنى نكون في حسن الظن ديالكم فريمون انا جد سعيده بهذا الكومبيتيسيون وكنشكر بزاف رئيس المهرجان ادم على هذه الفرصه الجميله. انا غنيت اغنيه ديال اصاله لو ما رجعتش. لو ما رجعتش لي بقلبك تاني هنا لو ما حلفتش ان الثانيه في بعضي سنه لو ما منتش ان الجنة في حضني انا
مبقاش انا. قدم لكم راسي معكم ويان فادي. انا I'm dancer. فرحانة حنتش انا كنا في هذا الكومبيتيسيون, وفرحانة حنتش تلقيت بناس جداد وبزاف الحوايج وتعلمت بزاف الحوايج, وكنت منا ان شاء الله هذا الشيء يكون مزيان. كنت اول مشاركة لي انا في المسرح الملكي, وتلقيت بناس قالوا لي عجبتيني لا دونس ديالك وكذا, ومن بعد تعرفت على الناس وبقاو كيعيطوا لي في هذه المشاركات. وقت ما كان شي هكا شي كومبيتيسيون شي حاجه كيعيطوا لي الناس من ماشي مراكش, كازا, الرباط, فيما من المشاركات المفضلة عندي, وهنايا في المسرح الملكي هنا بالضبط. هنايا وكان في واحد جهة فيكتور هيغو لانسيتي فرونسي تماك, وصراحة بزاف صافي هنا فين بزاف تنكون هنايا في المسرح الملكي بزاف كاع, وكنت كنشارك مع لي رابور وداك الشيء الناس كيغنيو. الرفقه ديالي اللي كان في هذا المسار هذا فاش اول مره كنت عادي بوحدي, كنت بوحدي تندازي بوحدي في الدار. بعض المرات كنمشي لواحد القاعه كانوا كيعطيو علينا وصافي. او ثاني مره مشيت لواحد واحد الحفله ومن بعد تلاقيت مع ناس وقالوا لي كاينه واحد البلاصه فين تريني وكاين بزاف الحوايج. من بعد بقيت هكا تيعيطوا لي الناس كاين واحد البلاصه تريني فيها في كيليز. غير جالي هو في الاول كنت كنحشم فهمتي, كنت ما كنتش كاع طايقه في راسي كاع, كنطلع في لاسين وكنت خايفه وهذا كنكون ماشي هي هذيك. دابا وليت من احسن في مراكش, احسن لي دانسور بالنسبه بنت, يعني انا بنت وفي مراكش ما كاينينش لي دانسور بزاف. كاينين معنا لي دانسور دراري وبنات تنشكرهم من هنا, وهذا ما كان انا ما كنديرش هاد المهنه ديالي صراحه. ماشي مهنه كنقول انا غير عندي موهبه, ماشي كنقول ان مهنه, ماشي كنقول انا عندي موهبه وان شاء الله. انا ما كنتمناش نكون كاع كنتمنى نكون حسن من دانس, كنتمنى نقرا باش نولي شي حاجه, ماشي كنتمنى انا ندير هادي موهبه وصافي ماشي شي حاجه. شنو هي الحاجه اللي بغيتي تولي ان شاء الله؟ ان شاء الله المتمنيات ديالك. المتمنيات ديالي ان شاء الله نكون مضيفه الطياره. كنحبكم بزاف وشكرا حيتاش كتشجعوني, وانا فرحان حيتاش تعرفت عليكم وفرحان بزاف الحوايج. وكنشكر ماما اللي ساندتني في هذا المجال, وبابا حتى هو وخوتي حتى هما. وهذا ما كان. السلام عليكم, معكم رانيا. اليوم جينا نغنيو في هذه الجمعيه وتنشكرهم بزاف انهم تيوصلوا اصواتنا, وشكرا للصحافه الاصوات هي اللي كتحاول تشجع المواهب تاعهم باش يتعرفوا مزيان. وشكرا كان حضور اليوم زوين بزاف, وخصوصا مع الجمهور اللي واحد التشجيعات كبيره لينا, وحتى اللجنه حتى هي كانت مزيانه معنا. السلام عليكم, نتمنى كل شيء يكون بخير. اولا كنشكر سيدات اصوات على التغطيه المتميزه, وكنشكر يعني الجمعيه المسؤوله على تنظيم هذا الحفل الرائع. صراحه حنا كمواهب محتاجين بحال هذه البادره الزوينه, وكذلك يعني الشرف اللي كيشرفنا هو انه حضور عمه جلاله الملك محمد السادس ملكنا الحبيب. وصراحه كاع صحابي اللي دازوا معنا كاع لي طالنت ما شاء الله عليهم, لف الموسيقى, لف الكوميديا, لف الالعاب السحريه, صراحه تبارك الله. وكاينين مواهب ما كرهناش يعني نزيدو نطوروا ونزيدو نهزوا النيفو وتزيدوا تعتنيوا بينا, حيت فريمون حنا عزيز علينا نمثلوا بلادنا احسن تمثيل. وكذلك كنشكر يعني ناس مدينتي, الناس اللي كيدعموني بزاف ناس مدينه الشماعيه, شكرا لكم بزاف. وكذلك كنشكر الناس اللي عندي في انستغرام, شكرا بزاف على حبكم, شكرا لدعمكم, شكرا لجريده اصوات على التغطيه الجميله الرائعه, وتحياتي لكم اخوتي الحباب. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب, لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس, وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.